من العاصمة باريس أيضا نرحب بضيفنا الدكتور طارق وهبي، الباحث في الشؤون الفرنسية والعلاقات الدولية. دكتور وهبي، مرحبا بكم. لماذا ازداد عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الفرنسية؟ صباح الخير يا سيدي، وشكرا للاستضافة. مرحبا. لماذا زاد العدد؟ لأن هناك وفق الاستخبارات الفرنسية حالة مهمة من اللوجستية الإعلامية التي يقوم بها شبان على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد تيك توك وسناب شات، وهذه وسائل التواصل التي بنسبة كبيرة يعني تتخطى 80% منها شبان يعني لم يتخطوا 18 من العمر. وهناك تنظيم مهم يا سيدي، وأنا مصر على كلمة مهم، يدفع بعدد كبير من الشبان بالنزول إلى الساحات والتعبير عن الغضب. وللأسف الشديد هناك من يستفيد من هذا التجمهر الذي هو مبرر، بمعنى أن هذه الفئة العمرية تطالب وتسأل لماذا قتل هذا الشاب بهذه الطريقة، وهناك من يستثمر في ذلك من هؤلاء الذين يملكون ما نسمينه الرغبة في الدمار والرغبة في إحداث الشغب داخل المدن الفرنسية. طيب، ولكن دكتور طارق وهبي، هل يمكن القول عما إذا كانت السياسات الفرنسية قد ساهمت بشكل أو بآخر في صنع هذا المشهد الذي نتابعه في العديد من المدن الفرنسية، وذلك من خلال بعض الممارسات الخاصة في الأحياء الفرنسية الفقيرة، خاصة بحق من قدموا من البلاد التي كانت مستعمرات فرنسية سابقة؟ سيد العزيز، الشرارة هي مقتل هذا الشاب، ولكن ما تتفضل به حضرتك هو موضوع قديم حديث ومتجدد، دائما له علاقة بعنوان كبير اسمه تهميش الضواحي الفرنسية للمدن الكبرى، ليس فقط في مدينة في باريس، ضواحي باريس، ولكن في ضواحي اليوم، في ضواحي مرسيليا، وعدد من المدن الكبرى الفرنسية. المشكلة الكبرى أن منذ حقبة الرئيس ميتيران الذي كرس ما نسمينه وزارة لها علاقة بوزارة المدينة، وكان هناك برامج للتنمية المحلية ونوعا ما وضع آليات حديثة لها علاقة باستقطاب الشباب إلى ما نسمينه الطريق الصحيح. ما معنى الطريق الصحيح؟ يعني معنى أن هؤلاء يدخلون إلى المدرسة، يحصلون على شهادة، وبعد ذلك يذهبون إلى العمل. ولكن أيضا للأسف الشديد المجتمع الفرنسي ممتلئ بما نسميه العنصرية. وأعطيك مثلا بسيطا، هناك أحد يعني الأشخاص من الجالية، فهو فرنسي ولكن هو من أصول مغاربية، وصل إلى درجة دكتوراه في عدد من يعني المواد وله خبرة. وعندما أراد هذا الرجل أن يعمل بعث برسائل عدة باسمه العربي ولم يحصل على أي إجابة، فغير اسمه العربي لاسم باللاتيني بمعنى اسم نفسه جورج أو جون، واستحصل على 70 طلبا بمعنى ردا لكي يقبلوه في العمل. وهذا يظهر إليك إلى أي مدى تجذر هذه العنصرية موجودة. ورغم محاولات كل المحاولات للحكومات المتعاقبة لم نصل إلى اقتلاع هذا الموضوع بهذه الطريقة. طيب، ولكن يا سيد تفضل. ولكن جملة أخيرة، ولكن تفضل. المهم أننا رغم حتى تصرفات الشرطة، لأنه هذا التقرير الذي له علاقة بالأمم المتحدة مهم جدا، هذا سيدفع بوزراء ثلاث هم الداخلية والدفاع والعدل بالعمل على إطار ما نسميه أوديت، يعني نوع من بحث داخلي إلى أي مدى صحة الكلام التي قالته الأمم المتحدة في المذكرة التي أرسلتها إلى الحكومة الفرنسية. طيب، ولكن دكتور طارق وهبي، كيف الاحتجاجات على مقتل شاب تتحول إلى عمليات صلب ونهب، وخاصة لمتاجر الأسلحة النارية؟ سيد العزيز، كما قلت لك هناك من ينظم هذا الموضوع، وأنا باعتقادي هناك جهة تعبث ما بين الشبان وما بين الحكومة وبين الشرطة، وهذه الجهة يعني آجلا أم عاجلا سنعرف من هي، لأنه كما قلت لك هناك
وسائل اتصال. هل لا تزال مجهولة حتى هذه اللحظات؟ يعني هناك حسابات وهمية تحاول السلطات الفرنسية معرفة من يدفع بمن، لأنه مثلا أعطيك مثل في مدينة روان حيث قتل شاب وسقط من على الـ يعني سقف سطح السوبر ماركت، عرفنا أن عدد كبير من الشبان ليس لهم علاقة بالمكان أو بالموقع الجغرافي، وهم أتوا من منطقة بعيدة، وهناك محاولات لجمع اتصالات إما هاتفية وإما عبر يعني واتساب أو سيجنال أو غيره. ويعني هناك يعني علمنا بتقرير مهم سمعته اليوم على راديو فرانس أنفو الذي هو راديو مهم إخباري مهم. طيب. ويعني يستحصل على بعض المعلومات المهمة في هذا الموضوع. نشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة باريس الدكتور طارق وهبي الباحث في الشؤون الفرنسية والعلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.